أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من مشوار البطولة والتي نقدمها لكم من داخل ملعب كرة اليد بنادي أسوان الرياض بمدينة أسوان. أعزائي المشاهدين من داخل مدرسة كرة اليد بنادي أسوان، كلنا هذا اللقاء مع الكابتن حسن يكلمنا عن مدرسة كرة اليد. أهلا بيك معنا النهاردة كابتن، برحب بيك. في البداية نتكلم بشكل عام عن مدرسة كرة اليد بنادي أسوان. والله يا مدرسة كرة اليد بنادي أسوان بقالها سنة، داخلة في سنة ونص، داخلة في سنتين إن شاء الله. قديم عندنا من جميع الاعمار، يعني من 2000 نبتدي من الكبار 2008 2010 9 10 بعد كده 2010 11 12 بعد كده 13 14 لغايه 2015 16. يعني مثلا من 2008 الاعمار ل 2016 بنات واولاد. هل في اقبال على كره اليد هنا في اسوان؟ الموضوع في الاول كان عدد قليل، بعد كده الناس يعني سمعت في البلد، بقى كده كله بقى يجي كله. ايه بقى ازاي بتتعاملوا بقى مع اولياء الامور في مثلا عمليه التواصل بين احنا عاملين بنعمل جروب على الواتس بنتعامل فيه، يعني في مواعيد الاكاديميه لو في نظام تغذيه نظام تدريب كل حاجه بننزلها على الجروب وبيجي بننفذوها في البيت، وبعد كده لما يجي هنا في التدريب بننفذ الباقي. كم يوم تدريب؟ هو يومين، خميس وجمعه. هل في مواصفات ومعايير معينه مثلا للاعب او لاعبه كره اليد؟ هو الطول، اللياقه، الجسم. هو كل ما يكون اصغر بيبقى احسن، يعني من 6 سنين، يعني ابتدى من 6 او 5 سنين كمان يبقى احسن. احسن ما يبقى كبير عشان بيستوعبوا بيبقى احسن طبعا. بالنسبه للطول طيب؟ لا الطول ده بقى الجسم بيجي بعد كده، يعني كل ده بيجي بعد كده، بس اهم حاجه يجي وهو صغير عشان استيعاب معاه احسن. استيعاب افضل. لما يكون كبير بيبقى اصعب. كل حاجه بتفرق، يعني المعامله مع السن الصغير افضل من الكبير. كل ما يجي هو صغير هيبقى احسن، لما يجي هو كبير بتبقى اصعب شويه. هل يعني برنامج التمرين او التدريبات للعمر الصغير زي العمر الكبير بالنسبه لكره اليد؟ لا ده حاجه وده بيختلف. لا بيختلف. ده ليه برنامج تدريب وده ليه برنامج تدريب تاني خالص مختلف. ده عنده كل واحد ليه حمل تدريبه وكل واحد ليه اسلوب تدريب مختلف عن التاني. لعبتوا بطولات قبل كده ولا لا؟ لا احنا لسه ان شاء الله ممكن في الصيف الجاي. انت شايف في اقبال طيب عن السنه اللي فاتت مثلا؟ زي ما قلت حضرتك قبل كده، اول السنه كان لسه الاقبال ما كانش كبير، دلوقتي العدد ما شاء الله بقى اكثر من اول. احسن كام مثلا؟ يعني ممكن كله اولاد على بنات والله، يعني فاقول لك في مش عارف العدد بالظبط، يعني مثلا ممكن يعني 70 80. طيب عدد كبير مش قليل يعني. اولاد على بنات يعني. البنات اكتر ولا اولاد؟ لا البنات. عشان الاولاد في مراحل الناشئين في النادي، ما فيش للبنات، انما البنات بس غير مدرسه كره اليد. كابتن ما بتحاولوش تنزلوا المدارس يعني مثلا؟
حاولنا قبل كده دورنا في ناس كتير جبناهم برضو من العنطريه دي. حاولنا نزلنا جبتوا ناس في ناس كتير جايين من المدارس دي. في اللي بقى اللي سمع وفي اللي قال لزميله في اللي... ازاي بتحببوا اللعبه او اللعبه في كره اليد؟ انت اخترتني انا علشان مثلا العب كره اليد عشان الجسم، او انت شفت مثلا كنظره مدرب انك ده الجسم ده يصلح كده. ازاي بتشدني اللعب الكره؟ والله بالتدريبات والمعامله هنا في المدرسه بتفرق معاهم، يعني بتخلي الناس تحب اللعبه. يعني ايه ممكن الكلمه توجهها لكل اسره مثلا لديها طفل طفله عشان يعني يجوا هنا؟ والله انا بقول لهم لو حابب خلي ابنك يتعلم رياضه احسن من قعده البيت. ودلوقتي انا اغلبيه الاطفال ماسكه في الموبايلات وده كله ده سلبي عليهم، يعني الرياضه احسن لهم. يجي كل طفل عنده طاقه لازم يطلعها، يطلعها في الموبايلات، يطلعها هنا احسن هنا في الرياضه افضل بكتير. افضل بيفرق في تكوينه بعد كده في المستقبل، بيفرق في اسلوبه وفي شخصيته في كل حاجه، بيفرق معاه طبعا فايده من كل حاجه. كل حاجه بتفرق معاه خالص، يعني حتى في المستقبل يعني. وبتفرق معاه في المدرسه بيبقى في تفوق رياضي وفي درجات، وبقى في المستقبل ان شاء الله وفي الجامعه يبقى طاقه وطلعت. كل ده بيفرق معاه برده في الدراسه، وكل ده بيبقى ليه زي درجاته في الجامعه وفي المدرسه اكيد بتستمر معاه على طول بعد كده. زين اعزائي المشاهدين، بنواصل الحديث عن لعبه كره اليد بنادي اسوان، ومعانا مجموعه من اللاعبات. نتعرف عليهم. نتعرف عليكي. ملك محمد. سعود احمد بيوم. ولاء محمد. اهلا بيكم معانا النهارده وبرحب بيكي. ولاء، انت بقى قولي لي انت ليك كام سنه هنا؟ سنه. سنه كام انت الاول؟ اولى اعدادي. ايه اللي اتعلمتيه خلال السنه هنا في لعبه كره اليد؟ طريقه الباص والسلم والفاست والفنت. تمام. وتعلمت حاجات كتير. الموضوع صعب ولا سهل؟ صعب بالنسبة ان الواحد ما كانش يعرف عنها حاجة، بس مع الوقت تعلمت منها حاجات كتير وتدريب كويس جدا. تمام. المدرب بيقدر يوصل المعلومة لكم بشكل كويس؟ طبعا بشكل واضح وبشكل مبسط، وبنقدر ان احنا نتعلم منه. انت مواليد كام؟ 2008. سنة كام كده؟ تلت اعدادي. ليك سنة ولا اكتر؟ المعلومه او التفصيل او الاساسيه، اساسيات لعبه كره اليد، يعني كنت بتستوعبيها بسرعه ولا كانت في صعوبه ليكي؟ كانت في الاول طبعا في صعوبه، لاني مش متدربه عليها قبل كده، فلازم في بدايه ما بدات العب كان في صعوبه شويه، بس دلوقتي بنقدر ان احنا نتدرب اكتر عليها وكده. لعبه كره اليد حباها؟ من انا صغيره اصلا كنت احبها. تمام. مين بيشجعك بقى انك تيجي هنا وتحضري التمرين وتتعلمي؟ بابا. قال لك ايه؟
كنت بحبها من انا صغيره وكده، فهو كان بيشجعني، ما كنتش بحب، انا كنت بتكسف بمعنى صح ان انا اجي والعب جنب حد وكده، فهو كان بيشجعني ان انا اجي. اساسيات الملعب صعبه ولا سهله؟ هي بتبقى صعبه في الاول بس بعد كده اول ما تتعود عليها فبتبقى سهله. ناويه تكملي ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله. حبيت الموضوع؟ جدا. يعني ايه احلى حاجه في في لعبه كره اليد؟ حاجات كتير طبعا مش هقدر نتكلم عليها، وحاجات انت لما جيت هنا اتعرفت على اصدقاء جديد، اتعلمتي حاجات جديده برضو داخل المدرسه زي عيلتي التانية. والله كويس. انت برضو نفس الاحساس؟ طبعا، وتعرفت على ناس اجدد وبقينا اصحاب اكتر وبقينا كلنا يعني عيله واحده في المدرسه، ودي حاجه جميله يعني بتخلينا ان احنا نيجي دايما هنا. ان شاء الله ناوي تكملي؟ طبعا ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. اشكركم، شكرا. كام يا رينات؟ ثالثة إعدادي. خديجة جمال أولى ثانوي. زين محمد رابعة ابتدائي. كلارا محمد أحمد بدر رابعة ابتدائي. أهلا وسهلا بيكم معانا النهاردة. قولي لي بقى أنت ليكي قد إيه هنا في بتلعبي كرة اليد؟ أكتر من سنة. أكتر من سنة؟ يعني ما حسبتهمش بالظبط بس هم أكتر من سنة. إيه بقى اللي اتعلمتيه داخل الملعب هنا وإيه اللي حببك في كرة اليد؟ حاجات كتير زي إن إحنا بنتعلم هنا وبنستفاد. كلنا أصحاب. ما فيش حد بيشد مع حد او كده اهو. الكباتن كويسين هنا اهو معانا كلنا كده يعني. المدرب بيوصل لك المعلومه بطريقه سهله ولا صعبه؟ لا سهله جدا الحقيقه، ويكفي ان هم اصلا يعني مش بيتعصبوا علينا، يقدر يشرحوا لنا الحاجه مره واثنين وثلاثه، وده حاجه طبعا مختلفه عن اي اكاديميه ثانيه او اي تمرين ثاني، انهم بجد بيوصلنا المعلومه بطريقه اسهل من السهله يعني الحمد لله. بتلعب ايه في الملعب انت؟ بلعب بخط خلفي باكات وبلي ميكر. كويس. الموضوع صعب ولا سهل انك تتعلم كره اليد؟ لا الحمد لله سهل يعني، انا خدت لي بالظبط دلوقتي 8 سنه، من اول كام شهر الحمد لله اتعلمت بسرعه، والحقيقه التمرين لا سهل جدا يعني. تمام. انت بقى اتعلمت ايه داخل الملعب؟ داخل الملعب بيبقى في تعاون وبنلعب مع بعض كده وبالراحه يعني، ما بيبقاش في خناق جوه الملعب كده. كويس. سنه كام؟ رابعه. انت بتلعبي ايه في الملعب هنا؟ ايه اللي اتعلمتيه هنا؟ اتعلمت ان احنا لازم نتعاون مع بعض. كويس. ايه كمان؟ وتعلمت ان احنا يعني في نص الملعب ما نتخانقش. برافو عليكي. ناوي ان شاء الله تكملي في لعبه كره اليد؟ ان شاء الله لحد ما اوصل الاهلي والزمالك والناس دي. ان شاء الله بالتوفيق. والدك والدتك بيشجعوكي عشان تيجي هنا وتستمر هنا؟ هي الحقيقه انا بيبقى في فترات كتير بكسل بعوز انام واجيش التمرين، بس الحقيقه لا هم مشجعيني خالص على الموضوع ده، ولما مثلا اكسل لا ما تكسليش روحي التمرين، عايزينك حاجه كبيره بقى في كره اليد، فلا مشجعيني كده، ومش مامتي وباباي بس، مامتي وبابا واخواتي وعيلتي كلهم الحقيقه كلهم بيشجعوكي يعني. كلهم. اصلا كان بابا بيلعب كره يد برده، فهو حابب اللعبه فبرده محببني فيها. تمام. وانت بقى بابا وماما بيقولوا لك ايه؟ بيشجعوني جدا. بيشجعوكي؟ برضه بيشجعوني ودايما بيودوني التمرين. بالتوفيق ان شاء الله كده، واتمنى لكم التوفيق. شكرا.
أعزائي المشاهدين، وما زلنا بنواصل الحديث عن لعبة كرة اليد داخل نادي أسوان. معنا مجموعة من اللاعبات، هنتعرف عليهم. تعرف عليكي؟ اسمي سلمى. سلمى بتضحك ليه يا سلمى؟ داش حاتم. سلمى سامر. رام محمود. أهلا وسهلا بيك معانا النهاردة. ودي بقى سنة كام يا سلمى؟ تلت إعدادي. تلت إعدادي. ليك قد إيه هنا بتلعبي؟ سنة ونص. إيه بقى اتعلمتي خلال السنة ونص؟ مهارات وكده عشان انا حارس مرمى. حارس مرمى كويس. ايه بقى حارس المرمى ده مفترض انه يكون عنده لياقه حلوه؟ ايه احنا بناخد مهارات وتمرينات كده يعني. انت اللي اخترتي انك تبقي حارس مرمى ولا الكابتن خلاك؟ انت اخترتي ليه؟ عشان انا لقيت نفسي ان انا يعني اشطر في الحته دي احسن من ان انا اكون لاعب على الملعب. كويس، برافو عليك. وانت بقى ايه بقى اللي اتعلمتيه داخل الملعب؟ انا حارس مرمى زيها، اتعلمت كل حاجه زيها برضو. أيوة. المهارات والصد، وانا اصلا انا اللي رحت لوحدي، ما حدش اصلا قال لي ادخلي جول مش عارفه ايه. اتعلمت حاجات كتيره يعني. عارفه ليه نفسك انت في حارس المرمى افضل من في الملعب؟ ايوه. الكابتن بقى بيقدر يوصل لك المعلومه بشكل كويس؟ ايوه صراحه بقيت في مستوى اعلى من الاول، وبتمرن زيها برضو سنه ونص والدنيا حلوه ان شاء الله يعني. كويس. انت بقى لك قد ايه في الملعب؟ سنه ونص. ايه بقى اللي اتعلمتيه خلال سنه ونص كده؟ اتعلمنا مهارات وفنتات وازاي نتحرك صح في الملعب وكده، كره اليد بشكل عموم يعني. حسيت انك انت مستواكي بيتحسن افضل؟ الصراحه. احكي لي بقى انت يعني كنت ايه وبقيت ايه؟ هو يعني ما كنتش وحشه قوي في الاول، بس طبعا هنا مع التمرين والكباتن والشغل معانا يعني لا بقينا افضل بكتير يعني، وكلنا مش انا بس. تمام. السنه كام؟ دخلت على اعدادي. ايه بقى اللي اتعلمتيه هنا؟ المهارات زي ما قلت، فنتات وكده، وحاجات كتير قوي كاساسيات ملعب وهجوم وحاجات كتير استفدنا كتير يعني. تمام. والدك ووالدتك بيشجعوك يقولوا لك ايه؟ كلعبه يعني. أيوة. كلعبه. لا بيشجعوني، كنا بنلعب ماتشات وكده، كانوا بيجوا معايا وبيتفرجوا عليا معظم الوقت يعني، مشجعين الفكره جدا، هم اساسا اللي مقترحين عليا الفكره. تمام كويس. ناويه ان شاء الله تكملي في كره اليد؟ ان شاء الله ناويه. تمام. انت بقى ناويه تستمري كحارس مرمى ولا ممكن بقى تغيرني؟ انا اتعودت اصلا، بقيت حارس مرمى فمش هينفع ارجع. طبعا اتعودت. تمام. شوف سلمى بقى اللي بتضحك على طول. ايه وانت يا سلمى؟ لا يعني هكمل في حارس مرمى. مشاهدين وكده كنا وصلنا معاكم نهاية هذه الحلقة. شكرا، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من مشوار البطولة.